متابعين عبر تي في بازيدان في افتتاح بطولة النخبة الخامسة على أرضية ميدان ملعب الأسطورة، معنا عمدة حي الهنداوية العمدة بدر القرني. في البداية نرحب بك عبر تي في بازيدان. حياكم الله وبياكم، مرحبا بك. بطولة النخبة تصل إلى النسخة الخامسة إلى الموسم الثاني على التوالي على أرضية ميدان ملعب الأسطورة. حدثنا عن هذه البطولة اليوم، يعني التكريم اللي حصل قبل قليل لعدة شخصيات حضرت من أجل المباراة الافتتاحية. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب أشكر أخواننا منظمين البطولة، بطولة النخبة الخامسة، أحب أشكرهم على هذا التنظيم البسيط جدا جميل والرائع. وشاهدنا يعني فقرة خاصة بالحكام، هي أعتبرها أهم فقرة في البطولة، وأتمنى الكل يتابعها ويشاهدها، لأن الحكم في البطولات هو الضحية بالذات في دواري مكة. كلمة توجهها للجنة المنظمة في هذه البطولة. أتمنى لهم التوفيق، أحب أشكر الأستاذ موسى، وأتمنى التوفيق، أتمنى التوفيق للجميع لنجاح هذه البطولة، وهذه البطولة إن شاء الله بإذن الله راح تكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله. أنا أشكر لك التواجد عبر تي في بازيدان. أشكركم وشكرا للاستضافة، شكرا لكم.